بالنسبة للسعادة، هي السعادة الإنسان لازم لما يفكر فيها هي طريق وليست هدف. يعني أنا طريقي للوصول لأهدافي، يمكن زي ما حكت زينة أنه هي طريقنا إحنا السعادة لكي توصلنا لأهداف كتير راقية، لكي نستطيع أنه نحقق تغيير في حالنا وفي من حولنا لازم نكون سعيدين. ومن الأشياء اللي أنا لازم أحكيها أنه في بجسم الإنسان هرمونات، هاي هي تشتغل على السعادة. يعني أنت باللحظة بتكوني سعيدة بصير عندك إفراز هرمونات قوية بجسمك، سيروتينين، أندروفين، هاي الأشياء هاي كلياتها بتخلق منك إنسان صحي، عنده صحة جسدية، عنده مناعة قوية للأمراض، وبالتالي إنسان منتج أكتر. فأنا اللي بدي أحكي شغلة إنه السعادة هي هدفنا، هي طريقنا وليست هدفنا. هي هدف لا، يعني إحنا طريقنا لنوصل لأهداف كتير راقية، إحنا لازم نكون ناس سعيدين. من الأشياء اللي لازم الواحد يعرفها إنه هو لما يعني يعظم من نفسه، يعظم من نفسه اللي الله رزقه إياها. يعني إحنا ما بنحكي إشي من الخيال، إنه الله أكرم الإنسان بكل الأديان، الإنسان مكرم من وين ما رحتي، بأي مبدأ من المبادئ الإنسانية، من الأديان الثلاثة كلياتها السماوية، الإنسان مكرم والإنسان كتير كتير راقي. وهو يعني عنده الإشي كتير مهم، هو اسمه الإرادة الحرة. فإذا أنا عندي الإرادة الحرة، أنا بقدر أني أنا أشعر بالسعادة، أقرر أني أنا أقيم أفكاري السلبية، أتخلى عنها، أحط بدالها أفكار إيجابية عشان أصنع سعادة لنفسي وللآخرين. من الأشياء الكتير مهمة اللي إحنا لازم نفكر فيها إنه الإنسان يستطيع ذلك. إذا هو حس إنه ما بيقدر، بيكون في عنده ضعف، عنده بتيجي أفكار سلبية، لازم يعالج من أين تأتي أفكاره السلبية. هاي من المجتمع؟ هل هي من قناعاته اللي أخذها من أهله؟ لازم يصير في للإنسان دائما قدرة إنه يتحرر من الأشياء اللي حواليه ويراجع أفكاره نفسها. هل هي هاي الأفكار عم بتضرني، عم تعطيني أشياء سلبية بتضر صحتي وبتخليني أنظر للحياة بنظرة سلبية؟ فمن الأول بده يعالج من أين تأتيه الأفكار السلبية.